اليوم موضوعنا عن الليسك اوف سبستيوشن برينسيبلز، واللي هو بيجي بالمرتبة الثالثة وباختصار حرف ال بالسوليد برينسيبلز. طيب السوليد برينسيبلز هي بتحل لي مشاكل، لكن هي نفسها ممكن تسبب لي لمشاكل ثانية ومنحتاج لحل إلها، واللي هي الليسك اوف سبستيوشن واحدة من هاي المشاكل لحل مشكلة ظهرت بسبب السوليد برينسيبلز. طب مش فاهم اشي، خلينا ابسط لك الموضوع. اول اشي احنا اشتغلنا على السنجل ريسبونسبيليتي، نفذناها. بعديها نفذنا الاوبن كلوزد ريسبونسبيليتي، اوكي تمام خلصناها. بعد ما خلصنا هذول الخطوتين ظهرت عندي مشكلة، واللي هي سبستيوشن او الاستبدال، بالمختصر المفيد البوليمورفيزم. ظهرت عندي مشكلة البوليمورفيزم، احنا حلينا مشكلة لكن صارت عندي مشكلة ثانية البوليمورفيزم. طب شو يعني البوليمورفيزم؟ هسا رح نيجي نحكي عنه في موضوع الليسك اوف سبستيوشن برينسيبلز. لكن اللي بدي اوضحه انه لما حل مشكلة البوليمورفيزم بالليسك اوف سبستيوشن برينسيبل رح تظهر عندي مشكلة ثالثة رابعة، ورح حلها بالانترفيس سيجريجيشن، وبعدين راح تظهر عندي كمان مشكلة راح حلها بالديبندنسي انفيرجن. واذا حليت كل هاي المشاكل في كودي وانا بكتبه، معناها انا طبقت السولد برينسيبلز. يعني مش انك تفكر حالك طبقت لي السنجل ريسبونسبيليتي معناها انت خلاص صرت تكتب سولد برينسيبلز، لا. ولا انك انت طبقت الاوبن كلوزد ريسبونسبيليتي مع السنجل ريسبونسبيليتي انك انت صرت تكتب السولد برينسيبل، لا. لازم تطبقهم الخمسة عشان انت تكتب اشي صح. لو واحد منهم غلط انت مش كاتب السولد برينسيبلز. طيب شايفين هاي المرة الكبيرة قدامكم؟ هاي اسمها باربرا ليسكوف. طب مين هاي باربرا ليسكوف؟ هي اللي اخترعت ليسكوف سبستيوشن برينسيبل. طبعا هي ومعها واحدة ثانية مشاركة فيها، جينيت اسمها. لكن الفضل الاساسي لباربرا ليسكوف، اوكي تمام. القانون الاساسي اللي حطته باربرا بتحكي لك انه لازم هنا انه لو عندي كلاس، تمام، عندي اوبجكت من نوع، عندي اوبجكت اسمه واي مثلا، ومن نوع تايب، وير من نوع الاس عفوا، والاس هو تايب سب تايب اوف تي، يعني الاس عامل اكستنت تمام للتي. هنا بتحكي لك انه لازم اقدر ابدل بينهم الاثنين بدون ما يصير عندي اي مشاكل. هاي شو البيترو اذا انا غيرت الاس مكان التي، اللي هي البوليمورفيزم باختصار شديد. طب خلينا نفهم اكثر، خلينا ناخذ مثال ليش اصلا تظهر عندي هيك مشاكل. بحكي لك المشكله ممكن تظهر انه لما يكون في عندي كلاس بيرد، طيب والكلاس البيرد معروف عنه بيقدر يطير. المشكلة اللي بتظهر عندي بحكي لك لما يكون عندي كلاس اسمه دوغ وكلاس ثاني واللي هو البطريق. لكن نسأل سؤال، هان اثنين عاملين اكستند من كلاس البيرد، هل البطريق بطير؟ لا. هل البطة بتطير؟ نعم. معناها ما في داعي لكلاس الميثود اللي اسمها فلاي اللي موجودة عندي بالبطريق. ليش؟ لأنه أنا عملت لها انهيرتنز، عملت لها اكستنس، لكن أنا ما بدي إياها، تمام؟ حسب مقولة باربرا ليسكوف تحكي لك إذا كان عندي كلاس التي، طبعا بغض النظر عن هذا الموضوع لأنه إحنا يعني رح نيجي لمثال إله نوضحه. هيك لو كان عندي تي اكس هو اوبجكت، عملت نيو تي، طبعا هذا عشان نفهم شو حكت باربرا ليسكوف باربرا بالمثال السابق، بنقدر نعمل هذا الحكي انه تي الاكس ايكوال نيو اس، لانه الاس اللي هو هذا يعني بمعنى هذا عامل اكستنت من وين؟ من التي. طيب تمام، طبعا هو لازم يكون عكسي يعني عفوا السهم. طيب لازم هاي الجمله اذا انكتبت بالطريقة هاي لازم تطلع عندي صح، تمام. خلينا نروح للتطبيق العملي. طبعا هذا مثال سابق احنا اخذناه بالسنجل ريسبونسبيليتي من اوبن كلوزد برينسيبل، لو انت ما شفته ارجع شوفه عشان تفهم اللي مكتوب هان. طيب
عندي كلاس اللي هو البرينتر مانجر امبلمنتيشن اللي عملنا امبلمنتيشن له، وهنا عملنا باس لايش؟ للبرينتر مانجر. طيب لكن هنا لو اجيت عملت له برنت بالطريقة هاي بي دي اف، على حسب ما قالت ليسكوف انه لازم يزبط، تمام، لكن ما اشتغل عندي. وكمان المشكلة الثانية اللي راح يحلها الليسكوف سبستيوشن، انه لو اجيت عملت هنا برنت قلت له والله انا بدي اعمل بويد برنت، شوفوا بيج بيج، بدي اطبع ورقة كبيرة، تمام، انا بدي اطبع ورقة كبيرة. طيب هنا راح تظهر عندي مشكلة. ايش المشكلة اللي راح تظهر؟ انه انا هيك اضطريت اعمل امبلمنتيشن كل مرة، ولا راح يضرب عندي الكود كل مرة للبيج بيج، لكن الايمج انا ما بدي اطبع لها بيج بيج، تمام، والبي دي اف انا ما بدي اطبع لها بيج بيج، انا ما بدي اطبع ولا لوحده فيهم بيج بيج. اوكي هنا اضطريت اعمل لهم كلياتهم انهيرتنس، لكن هذا الحكي ما بدي اياه. اوكي ليش ما بدي اياه؟ لانه اصلا هذا الحكي غلط، لانه الوورد ما مثل ما بدي اطبع لها بيج بيج، اما البي دي اف ما بدي اطبع لها بيج بيج، ايمج ما بدي اطبع لها بيج بيج، الاكسل نفس الشيء. طب شو الحل للمشكله هاي؟ الحل المشكلة هاي، خلينا أول إشي نعمل كلاس جديد ونسميه print A5. A5 طبعا هي الإشي الكبير اللي بيطبع لي إياه، راح يطبع لي إياه، البيج A3 اللي هي الورق A3 الكبير. طيب ممتاز، هاي أول حركة أنا عملتها. الحركة الثانية شو بحكي له؟ والله أنا بدي أعمل extend من إيش؟ من البرنت، وبنفس الوقت بدي اعمل امبلمنت، بدي اعمل امبلمنت من ايش؟ البرنتر مانجر، تمام. وهنا بدي احكي له اطبع لي البرنت. طبعا انا ما بدي البيج بيج هان، خليني اشيلها من هان عشان ما يضرب، يعني خليني اشيلها من هان عشان ما يضرب. طيب تمام، هنا انا طبعا راح اطبق الموضوع على اشي واحد فقط. انا هنا عملت البرنت الاي 3 اللي هو البيج بيج اللي انا بدي اياها، وانا بحكي له system.out.print print big page a3، الاي 3 اللي هو الورق الكبير، اما الاي 4 اللي هو الورق التقليدي اللي احنا بنعرفه. طيب تمام التمام، شايفين هذا الحكي كيف احنا شغالين وطابعينه واموره تمام. لو اجيت انا هان حكيت له اطبع لي اعمل لي بيج بيج برنت الاي 3 طيب تمام برنت الاي 3، لو اجيت هنا قلت له بدل لي اياها بالاي 3، شايفين ولا وحده ضربت؟ ولو اشغلهم راح يشتغلوا وبدون اي مشاكل عندي. اشتغلوا كلياتهم وما في عندي اي مشاكل. وهنا بنفس الوقت بقدر احكي له برنت تو برنت نيو بيج بيج، لكن انا بدي اطبع البيج بيج، حكينا احنا اتفقنا ان انا بدي اطبع البيج بيج، هاي عندي ايش؟ A3. طيب هنا شو اللي بحكي له اياه؟ اعمل لي بيج بيج، يعني بدي اعمل بيج بيج، والبيج بيج تعمل اكستند للبرنت برنت A3، تمام. هنا طبعا بعمل اوفررايد وبرجع على المين، خلينا نعمل رن وخلينا نشوف شو راح يطبع لي. طبع لي البيج بيج وانا غيرت لبرنت A3 وما صار عندي اي مشاكل، ما صار عندي اي مشاكل، نفذتها. لكن لو حطيت البي دي اف راح يضرب، لو حطيت الوورد راح يضرب، لو حطيت الاكسل راح يضرب. فهنا ما صار عندي اي مشاكل بحال اني انا غيرت البيج بيج، حطيت البيج بيج، تمام. لهان بنكون فهمنا شو يعني الليسكوب سبستيوشن
responsibility principle.